وما أحسن حسن الظن والرجاء بالله، فمن أحب شيئا أحسن ظنه به ورجاه. مرض إعرابي فقيل له إنك تموت، قال وأين يذهب بي؟ قالوا إلى الله عز وجل، قال فما أجمل الموت وما أجمل لقاء الله. إنه حسن الظن بالله، ومن أحب شيئا أحسن الظن به. قال أحمد بن الحواري سمعت أبا سليمان الداراني ووقفت عليه وهو لا يراني، فسمعته يقول مناجيا ربه لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك. واسمع كلام العارفين بالله الراجين رحمته، قال أيوب السختياني إن رحمة قسمها في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام، إني لأرجو من 99 رحمة ما هو أكثر من ذلك. وقال بعض العباد لما علمت أن ربي عز وجل هو الذي سيحاسبني زال عني حزني، لأنه الكريم الذي إذا حاسب عبده تفضل. يا الله يا الله، لو يعلم المدبرون عنه كيف انتظاره لهم ورحمته إياهم وشوقه إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم شوقا إليه. هذه إرادته في المدبرين عنه، فكيف بالمقبلين عليه؟ وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. قال ابن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جات على ركبتين وعيناه تهملان، فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. قلت من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. أليس هو الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء؟ يا الله، من الذي يحصي نعمك ويقوم بأداء شكرك إلا بتوفيقك وإنعامك وفضلك؟ وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر. لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت ففي رحمة الله تصغر. قال الربيع بن أنس علامة حب الله كثرة ذكره والشوق إلى لقائه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره وأحب لقائه. مت بداء الهوى وإلا فخاطر، وأطرق الحي والعيون نواظر، لا تخف وحشة الطريق إذا جئت وكن في خفارة الحب سائر، واصبر النفس عن سواهم فإن لم تجب لصبر فصابر، وصم اليوم واجعل الفطر يوما فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر، وافطم النفس عن سواه فكل العيش بعد الفطام نحوك صائر. يا أخا اللبي إنما السير عزم ثم صبر مؤيد بالبصائر، يا لها من ثلاثة من ينلها يرقى يوم المزيد فوق المنابر. كان يحيى بن معاذ الرازي يردد دائما ويقول إلهي إن كان صغر في جنب عطائك عملي فقد كبر في حسن رجائك أملي. اللهم إن كنت غير مستاهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك. إلهي لو ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك، ولولا ما عرفت من فضلك ما رجوت ثوابك. إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعاتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون؟ إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون؟ إلهي أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز؟ وأنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا أرحم الراحمين. قال الجنيد من كان الله همه طال حزنه، فقال الشبلي لا يا أبا القاسم
بل من كان الله همه زال حزنه، بل من كان الله همه زال حزنه. وكان لعنبسة الخواص غلام كثير الصلاة كثير البكاء، فسأله يوما عن سبب كثرة بكائه فقال: قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين. قال: ثم جعل يحشرج حشرجة الموت ويقول: أتراك تعذب من يحبك؟ أتراك تعذب من يحبك وأنت الحي الكريم؟ قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني. وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول: يا من ذكره أعز علي من كل شيء، لا تجعلني بين أعدائك غدا أذل من كل شيء. قال ابن القيم: من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. وقال الإمام الفروي: وأعظم الرجاء رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق، وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته، وإليه شخصت أبصار المشتاقين. وهل للمحب راحة إلا عند لقاء حبيبه؟ وهل للمحب راحة إلا عند لقاء حبيبه؟ فاتخذ الله صاحبا ودع الناس كلهم جانبا. اسمع من خبر يوم يلقونه ويلقاهم ويرونه ويراهم.